وبالطبع كما تعودنا أن الساحة الفنية السعودية تزخر دائما بولادة أصوات مميزة ورائعة، وأحدثها هو ظهور الفنان الشاب ناصر خليفة أو ناصر نايف، وخاصة بعد طرحه للألبوم الذي حقق نجاحا لافتا بسبب تنوع أغنياته ما بين اللهجات واللون الغنائي، حتى أنه حظي بتهنئة وتشجيع الكثير من الملحنين والنجوم الكبار بينما الفنان الكبير راشد الماجد. خلونا نروح ونسمع أغنية الشوق لك للفنان ناصر نايف واللي حظيت بمشاهدات كبيرة عند طرحها. الشوق لك ما يحتمل، مرت سنين اتحمله والصبر لا حد وخلاص، عدت انا هالمرحلة يا عالم اعطوني خبر، لا شيء يذكر لا اثر، ما هو طموحي نلتقي بس على الاقل اتخيل. الرياضة نرحب بالفنان ناصر نايف، يسعد صباحك ناصر وهلا وسهلا، سعدين بوجودك معنا اليوم. اهلا هلا وسهلا وصباح الخير، احب اصبح على جميع متابعين صباح العربية، اصبح عليكم ومتابعينك ايضا، يعني ما شاء الله اغانيك بكسر الدنيا وخصوصا هذه الاغنية اللي بالفعل احس انها كذا اجواءها صيفية وجميلة حقيقة، لكن خليني ارجع معاك للبدايات، كنت كورال، كنت أغني في الكورال وما شاء الله سطع نجمك وأصبحت سولو، هذه الانتقالة كيف حصلت؟ أنا أقول الحمد لله أنه كانت تدرج في مسيرتي، يعني لأنه التدرج هذا فادني كثير، زاد من خبراتي في مجال الموسيقى باحتكاكي مع فنانين اكبر مني او اقدم مني في المجال. مظبوط، فهذا كان شيء مفيد بالنسبه لي والحمد لله اخذتها يعني درجه درجه لين وصلت الحمد لله. ما شاء الله عليك، امس كنا في لقاء مع الفنان الدكتور عبد الله رشاد وكان بيقول انه الجيل الجديد ما خلينا نقول انه محظوظ اكثر من جيلهم بحكم انه اليوم اصبح سوشيال ميديا مع وجود دعم وهيئه الترفيه والمهرجانات المقدمه، هل بالفعل تحس انه اليوم الطريق سهل عليكم؟ يعني انت من ارض الواقع، يعني هل كان انك تثبت نفسك انك تكون لك جماهيريه، انك يصبح لك اغانيك الخاصه، الدعم، الانتاج، هل اليوم اسهل بالفعل؟ طبعا اسهل الانتشار الانتاج، الاغنيه صار اسهل اكيد في الوقت الحالي. نعم، هو الصعوبه فقط في الكميه، كميه الاسماء يعني، لكن الافضل دائما هو اللي يكون يعني هو الاسبق، يعني الاسبق، يعني تشوف انه المنافسه صعبه مع الجيل القديم انك اليوم طبعا طبعا طبعا، لانه في اصوات كثير في اصوات كثير جميله، نظره المجتمع اساسا للموضوع الفن والموسيقى في الوقت الحالي اكيد افضل بكثير من اللي كان قبل، فهذا ساعد في ظهور اسماء كثيره، فصارت المنافسه برضو اصعب من ناحيه منافسه، لكن كانتاج اغنيه وانتشار وطرحها للسوق طبعا هذا اسهل بكثير. نعم، احنا محظوظين بالذات انه في دعم برضو حكومي منقطع النظير، يعني ما غير مسبوق هذا الدعم. مزبوط، فاحنا محظوظين بهالشيء اكيد. مزبوط، طيب خليني اسالك عن الاغاني اللي حققت انتشار، كم بقالي وشوقي لك، ويعني حققت نجاح ومشاهدات كبيره، اليوم لما تصدر أغاني يكون لها هذا النجاح وبهذه المعايير، قد إيش صعب عليك إنك تحقق نجاح آخر؟ هل هذا يعتبر تحدي لك؟ أكيد أكيد، الفنان لازم يكون في باله التحدي هذا، إنه قدمت نجاحات الحمد لله
فتكون حريص انك تواصل هالنجاحات قد ما تقدر، وهنا التحدي يعني. نعم ناصر، طب خلينا نسمع شيء من جديدك، ايش راح تسمعنا؟ الاشياء باغني لكم شيء من الالبوم. يلا. في ان شغلنا اغنيه الشوق لك، في اغنيه من الحان الملحن ياسر ابو علي صبح عليه، وكلمات الشاعر واحد والحمد لله لاقت برضو انتشار واسع الحمد لله. نسمع. سم بالله قلتك فما تحكي، ثم امر وعطني ما بغيته، كانها حب ولا ليا بتشكي، ولا فرقة ودربي ما قويته. لا كمل، لا تحمسنا كذا وتدينا شوية. لا يا ناصر الله يصلحك، تونا بدأنا كذا نبغى نسمع أكثر، ما شاء الله صوت جميل شوي شوي وأداء رائع. وعلى على طاري الملحن ياسر أبو علي، ربي يخليك، وبنشوف إنه بيشرف على أغانيك وفي كذا اهتمام خاص منه، ليش برأيك يعني صراحة كثير شباب كذا يحسدوك على هذا الاهتمام، ملحن قدير ولي مكانته الفنية. أكيد أكيد أكيد، الحمد لله أنا محظوظ أولاً بمعرفتي بهذا الشخص، يعني معرفتي سبقت تعاملي معه كإشراف وتلحين، يعني أنا ويا أصدقاء من فترة طويلة، وبرضه هو من أسباب دخولي للمجال أساساً هو الملحن الكبير ياسر أبو علي. اشتغلت مع كورال برضه في الأغاني اللي لحنها الفنانين اللي سبقوني في التعاملات معه، والحمد لله جت الفرصة أني أكون برضو من الفنانين المحظوظين اللي يتعاملوا معه. طب إيش الجديد مع الملحن ياسر أبو علي؟ الجديد إحنا جالسين نجهز الآن ألبوم وشغالين يعني عليه، فيها تقريبا ممكن 3 أعمال للملحن ياسر أبو علي، وفي اعمال الملحنين اخرين يعني، بس الثلاث اعمال هذه هو ممكن الملحن الوحيد اللي له 3 اعمال في الالبوم. طب سمعنا شيء منها، ادينا شويه. والله انا اتمنى لكن ما احس انه هي قليلا ما احس انه ينفع. طب متى راح يكون جاهز البوم؟ والله يا ريت، والله يا ريت، والله احنا شغالين واحنا تاخرنا فعلا. والسؤال هذا اكثر سؤال قاعد يجيني الفتره هذه. نعم. لكن تعرفون ظروف الانتاجيه والتعديل وهكذا. لكن ان شاء الله نكون حريصين ان نكون في اقرب وقت ان شاء الله. نعم يعني الوقت يداهمني ناصر، وودي انهي معك هذا اللقاء باختيار اغنيه وتختم بها حلقتنا لهذا الاسبوع. جميل، بما أننا في صباح العربية نحب نغني شيء للست فيروز. الله، يلا أغنية كذا معروفة. يلا. طل من الليل اللي ضويلي، لا أن الليل طفى أنا من الليل اللي ضويلي، لأن الليل طفى.